السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة عالم نوال أمج. تمنى يا ربي تكونوا كلكم بخير وعلى خير. واليوم إن شاء الله فيديو جديد اللي غادي نشارك معكم واحد الوصفة ديال القرص أو القراشل، كل واحد وشنو كيسميهم. إن شاء الله هاد القرص أو القراشل كيجيو اقتصاديين ساهلين، فتبعوا معايا الفيديو للأخير باش تعرفوا على الطريقة وأيضا المكونات ديال هاد الوصفة. بركة الله غادي نبداو في تحضير هاد القرص اللي غنحتاجو ليه. يعني غناخدو واحد القصريه اللي غادي نديرو فيها واحد الكيلو ديال الفورس او الدقيق الابيض الخاص بالحلويات، وغادي نغربلو. غادي نضيفو ليه تقريبا ملعقه ديال الملح على حسب الذوق، كاس صغير مملوء ديال السكر سنيده، وواحد ملعقه ونصف ديال الخميره حبيبات او خميره خاصه بالخبز، لان يعني الجو هنايا كان بارد بزاف، داكشي علاش درت معلقه ونص. ملي تيكون الحال سخون غير معلقه كبيره فقط. هنايا عندي تقريبا جوج معالق ديال النافع اللي خليته يعني عادي، ما يعني ما حمرتوش، وتقريبا نصف كاس ديال زيت المائده، يعني نصف كاس غير مملوء، ما واصلش النصف. غادي نخلطوا جميع هاد المكونات، وغادي نبداو نجمعوا بالماء اللي دافي غير شويه دفيته. تقريبا هنا في الكاسرونه عندي واحد 3 الكيسان ديال العنبه. المهم غادي نبدا نضيف تدريجيا الماء حتى غادي نجمع هاد المكونات كامله. هنايا نسيت ما درتش ساشيه ديال الفاني، فكلش المكونات كنديروهم في الاول، ولكن هنا نسيتها ماشي مشكل، نقدروا نستغناو عليها لان احنا ديجا نستمناها بالنافع. مهم انا ضفتها هنايا حيت كيعجبني النكهه ديال الفاني. غادي نجمع الكل بالماء كما قلت لكم، الماء كنديروه غير تدريجيا حتى كنجمعوا العجين. وبالنسبه للكميه اللي هزت ليا العجينه هي تقريبا جوج كيسان ونص حتى جوج كيسان وربع. المهم هنا من بعد ما جمعت العجينه غادي ندهن شويه يدي بزيت المائده وندندلكها، لان العجينه كتلتصق باليد فما غاديش تخليني يعني ما غاديش تساعدني انني ندلكها، داكشي علاش كندهنوا ايدينا بقليل من الزيت وندلكوها واحد شويه، يعني ماشي بزاف كما كتلاحظوا، غير تنجمعوها. بالنسبه للقوام ديال العجين راه كيكون خفيف ما تيكونش قاصح صافي، وكنخليوها ترتاح واحد 10 دقائق، ومن بعد عاد غادي نخدموها او غادي نشكلوها كويرات صغار. هنا من بعد ما ارتاحت لي العجينه تقريبا 10 دقائق غادي ندوز باش نشكلها. كنحتاج هنا الشكلاط، يعني هذا الشكلاط حتى هو كيبقى اختياري، انا هنا بغيت ندير فيهم شكلاط. بالنسبه لكم لو بغيتوا يعني تخليهم هكا بلا شكلاط بلا حتى حاجه راه تقدروا ديروها. هنايا عندي شكلاط كالا اللي قطعته هكا شي قطع صغيره، وعندي كذلك شكلاط البدان، فغادي نبدا نشكل في الكويرات ونضغط عليهم شويه وندير الشكلاط في الوسط. هنايا انايا هاد الكرات الاولين كنت كبرتهم شويه وعاود نقص منهم، لان من بعد ما غيختمروا راه كيكبروا وانا ما بغيتهمش يكون الحجم ديالهم كبير. غادي نكمل هاد الطريقه ديال القريسات ومن بعد ندير الشكل الاخر. هاد القرصه عمرتها بالشكلاط الخاص بالدهن، فغادي نحاول انني ما نعمرش يدي وما نوصلش العجينه كامله للشكلاط، غادي نجمعها غير بشويه تتجمع ليا، لان كنعرفوا الشكلاط ديال الدهن كيكون شويه يعني مطلوق كيبغي يخرج لينا من العجينه. صافي هنايا غادي ندوز ندير الشكل الثاني كما قلت لكم اللي هو باغيت، يعني ساهل. كنشد كويره اللي كنسرحها شويه نقرصها غير شويه بالاصابع ديالي وندير الشكلاط في الجناب ديال هاد العجين او هاد الكره، ندير في الجناب ديال الشكلاط ونلويها مقلوي، يعني راه كلشي كيعرف يصايب الباغيت. صافي نجمعها مزيان باش فاش نطيب ما تحلش ليا صافي، ونحطها في الطاوله الخاصه ب اللي غندخل الفران. غادي نبقى هكا حتى كنكملهم. وبالنسبه للكميه الدقيق او المكونات اللي عندي، عطاوني هاد الكميه ديال القرص او القراشل، فانتوما دائما الا بغيتو تجيكم كميه كثيره فكتصغروا حجم ديال الكويره او الكره.
هنايا كما شفتوا من بعد ما خمر ليا لكنتو باغين تبقى تخليوه هكاك يعني يجيكم يعني منفوخ وسميتو كتخليوه. انا هنا كيعجبني القرص غير القرص ماشي الباكيت القرص كيعجبني شويه يكون ما يكونش منفوخ ما يكونش فيه هذاك الباب بزاف عز عليا يكون هكا يعني شويه رقيق فكنضغط عليه غير شويه بالاصابع ديالي عاد كنبدا ندهن فيه. هنا عندي صفار البيض يعني البيض البلدي كنعرفوا ان الصفر ديالو كيكون يعني صفر بزاف كنضيف عليه قليل من الخل وكنبدا ندهن في القرص وفي الشكل الثاني اللي هو باغيت وكنبدا نزين بالزنجلان وعندي حتى الشوفان فغنغير غندير القرص يعني الدائري غادي ندير فيه الزنجلان وبالنسبه للباغيت راني غندير فيه الشوفان صافي كيجيو على هذا الشكل غادي نخليهم غير يرتاحوا غير واحد شويه صافي وغادي ندخلهم الفران هنا من بعد ما ارتاحوا كما كتشوفوا غادي ندخلهم الفران يطيبوا ودغيا كيوجدوا يعني ما كياخذوش الوقت يعني دغيا خصكم ما تردوا البال دغيا كيطيبوا ما كياخذوش وقت اللي هو طويل. وانا من بعد ما خرجتهم من الفران كيجي الشكل ديالهم هو هذا كيجيو محمرين يعني رائعين في المنظر وكذلك في المذاق نوجدوهم لوليداتنا نوجدوهم لراسنا نيت نفطروا بيهم ولا نديروا بيهم كوتي دغيا تيوجدوا ما كياخذوش لينا الوقت. ومكونات راهم بساط يعني بدون لا زبده لا حليب لا بيض يعني كنوجدوهم ساهلين يعني كان غير صفار بيضه وحده اللي كندهنوا بها ندهنوا بها هاد القرص ولا غادي نحتاجو فقط يعني شوفوا القوام او الشكل ديال القرص كيجي خفيف بزاف. هنا كنبغي نقول لكل من كيشاهد هاد لا فيديو او كيشاهد القناه ديالي لاول مره كنقول ليه مرحبا بك والف مرحبا يعني وفضلا منك وليس امر انك تشارك عندي في القناه وتضغط على زر الاشتراك وايضا على زر الجرس باش يبقى توصل كل ما هو جديد يعني اي حاجه كنحطها في القناه ديالي توصل بها انت الاول وكذلك المتتبعين ديالي والمشتركين اللي عندي في القناه. ما تنساوش تضغطوا على زر اعجاب يعني هذاك هو اللي كيخليني انني نبقى نعطي دائما الجديد والجديد. ودابا غادي نقطع معكم هذه الوحيده يعني شوفوا كيفاش كيجي كيجي خفيف غادي نقطعها معكم باش تشوفوا حتى من الداخل كيفاش كتجي فكيجي رائع بزاف. وانا كما قلت لكم انا عز عليا هكا يكون يعني ما يكونش غليظ يعني ما تجينيش القرصه غليظه بزاف كيعجبني بحال هكا. فانتوما اللي كان عاجبكم انه يبقى يعني طالع ما كتضغطوش عليه كما هاد الباغيت انا كاع ما كنضغط عليه كنخليه عادي. وكما شفتوا الشكلاط يعني جاني في الجنب لانني كنت كبرت شويه هذاك القرص ونقص منهم داكشي علاش جاني الشكلاط في الجنب. مهم هذا هو الفيديو ديالي نتمنى ينال الاعجاب ديالكم وشكرا لكم بزاف على المتابعه والى فيديو قادم في امان الله استودعكم مع السلامه وشكرا جزيلا.